ملي اقترحت الفكره على مولانا الدار ديال اني راني باغي نجلس في الدار، باغي نجلس نزيد نقرا هذا الشيء، نزيد نطور راسي، رفضوا كل شيء، رفض. واش يجي يقولوا راه شفت جلست تقرا تاعي وجالس في الدار؟ قالوا لا. وديك الساعه الحمد لله كنت تنحقق دخل اكثر من موظف مغربي، ومولانا الدار كانوا رافضين الفكره، وديما يعني شي حاجه عاديه ديال تيبغوا يهدموا لك احلام ديالك، ماشي مولانا الدار، المجتمع كامل. تنتفكر واحد التجربه اللي ما عمرها بغيت ننسى من الحياه ديالي. مشيت عند الوالد قلت ليه قول لي واش مليون ديال الدرهم ممكن، ولا كان عندي مليون ديال الدرهم واش اجي يدير في الحياه شي حاجه ويدير فيها بحال هكا؟ سير اولدي تجيب مليون ديال الدرهم واجي ندوي. دارت الايام وليت جبتي مليون ديال الدرهم، وليت 10 مليون ديال الدرهم 22 سنه. ماشي جا نقولها يعني باش نقول انا واعر، انا شخص عادي، شديت الباك ب 10.06، شخص عادي، يعني اي واحد يبان لي ممكن يحقق الحلم ديالو. واول مبيعه ديالك صورتي فيها 1000 دولار، ومؤخرا يمكن لك تصور دي زافير اللي كتصور فيهم حتى 10 مليون ديال الدولار. ماشي 10 مليون ديال الدولار، 10000 وي بحال، ماشي 10 مليون ديال الدولار، قلت 10 مليون ديال الدولار. ممكن تكون 10000 دولار المبيعه، ما كايناش شي مبيعه ب 10 مليون ديال الدولار. يمكن نقولوا انت مليونير اليوم. الحمد لله. صافي قلتيها فينا. تبارك الله عليك. الله يبارك. وبعض المرات كتخدم 24 ساعه على 24. وي بحال الثلاث ايام الاخرى دابا وباقي ما ناعش، البارح نزلت 4 السوايع، يعني باقي لعب دابا فايق. يعني الاكثريه الايام كنخدم 16 ساعه، 16 ساعه، 16 ساعه، 16 ساعه العام. 16 ساعه ديال الخدمه في النهار. وي هذا الشيء تنقول لك في الديبي. 16 ساعه ديال الخدمه في النهار، 4 السوايع ديال بيان سور كتكون عندك حياه اجتماعيه، لانك الا ما كنتش كتجمع مع الناس ما غاديش تبقى تعطي. واحد 4 السوايع ديال موالين الدار ويعني ولي زامي، 4 السوايع ديال الناس. تصور اكثر من عامين بحال هكا. روبو انت. التعليق ديالك عبد الصمد. استعداتك لحقاش قلت الباك ب 10. التعليق ديالي كيف ما قلت لك، هي واحد الشخص وعطاك عطاك السيره كيف ما كما قلنا عليها في الاول. الشخص كيكون في الاول اما كنبداو بعض المرات من نقطه فشل، اللي لحقاش ديما كنرجع لديك نقطه التحول، كنبدا في الباك ولا مثلا ما كنتيسرش في الباك ولا تنتيسر ما تنتيسرش في الحياه الجامعيه ديالي، وكنولي كنقلب كيفاش يمكن لي نخرج او لا نخرج نبان في وسط مجتمع اللي مجتمع مالوغوزمون ما تيرحمش. هذا المجتمع اللي ما تيرحمش ما عرفتش فوقاش غتنزل عليه الرحمه باش يوقف شي نهار، انما الانسان اللي كيبقى ديما تحت ديك الوطاه ديال ديك النظره، عندك يشوفوا فيا، عندك يديروا لي، عندك يبلوكيوني، عندك ما خديتش التيتر لحقاش ما غاديش ندير الفلوس. هذا هو الانسان اللي كيكون ممكن يكون عصامي، انما ممكن يكون انسان عصامي ولكن محدود بالنسبه ليزاكتيفيتي ديالو، لحقاش ديما كيكون كيف ما قلت لكم عليه ذاك الحاجز اللي ما كيمكنوش انه يزيد القدام. اما ليكزومبل تيب اللي كيكون قدامنا هو واحد ليكزومبل ديال السي محمد، هو واحد المثال حي ديال الانسان اللي انطلق كيف ما قلت لكم واحد حاجه ليا بسيطه حتى ولا الصيع او الضيع ديالو تيمعروف على الصعيد العالمي.